بركاته. Welcome again, my dear students of first year secondary. It is Miss Iman Daaz, keeping my promise to tell you the secret of superiority. أهلا بيكم أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، وعلى وعدنا هنعرف مع بعض سر التفوق. Today إن شاء الله I want to congratulate you on your success in the first term. ألف مبروك على النجاح في الترم الأول، إن شاء الله الترم الثاني يكون أفضل. والناس اللي عندها طبعا أو أخذت الفول مارك congratulations، وبرضو الناس اللي نقصت درجات no problem خالص، وإن شاء الله دي بتكون تجربة ونتعلم منها how to avoid mistakes، إزاي نتجنب الأخطاء دي، وإزاي to improve ourselves، إزاي نحسن نفسنا. Today, inshallah, we are going to talk about Unit 7 that is very important. It's personal and at the same time public. يعني هي يونت من اليونتس اللي هي بنعتبرها يونت موضوعها شخصي شوية وفي نفس الوقت عام، اللي هي health and safety. بنتكلم فيها عن الصحة وعن طبعا الأمان والنظافة الشخصية والنظافة العامة. وطبعا it's very updated topic، مهمة جدا، لأنه احنا دلوقتي بنتكلم كلنا about كورونا فيروس و how to avoid it و how to be healthy أو how to keep safe away from it. وإن شاء الله today we will have some procedures، هناخد بعض الإجراءات اللي ممكن لما نتخذها إن شاء الله نتجنب الأمراض ونتمتع بالصحة والعافية، ونتمتع بالصحة والعافية دائما إن شاء الله. Let's start together، خلينا نبدأ مع بعض. طبعا زي ما احنا شايفين on the screen we have unit 7 health and safety. health اللي هي الصحة، و safety طبعا الأمان. For first secondary of course. Then we have here is the interface or the first page of the nice picture of your unit 7 lesson 1 health and safety. وزي ما احنا شايفين طبعا هي صورة معبرة جدا، فيها ambulance، فيها injured person، فيها paramedic اللي هو المسعف، وفيها إجراءات يعني عامة about health and safety. في أول حاجة طبعا skills for life بناخد بالنا منها in general. When you read reports about scientific research, always try to find other research on the same topic. Do other scientists agree? طبعا احنا هنا دي لمحة عامة أو مهارة عامة في الحياة، إن احنا لما نقرأ أي تقرير وخصوصا التقارير اللي هي العلمية ما ناخدهاش in granted كده أو for granted، اللي هي ما ناخدهاش شيء مسلم بيه، لا هنقرأ تاني في research تاني عشان نتأكد إن دي فعلا أبحاث علمية ودي فعلا العلماء اتفقوا عليها ولا لا. So skills for life، مهارة من مهارات الحياة، ما ناخدش أي شيء for granted لما نقرأ عنها مرة واثنين وثلاثة ونتأكد إن هي صحيحة. Let's move to we have the word hygiene at home. 7 do's and don'ts for a healthy life. في عندي hygiene، أوكي، كلمة hygiene اللي هي بمعنى الصحة الشخصية. عندي كمان كلمة مهمة جدا لازم نعرفها، هايجين لما اتكلم عن الصحة او النظافة الشخصية، اوكي. كمان عندي كلمة بقى لو انا قصدت الصحة العامة او النظافة العامة، دول كلمتين مهمين لازم نكون عارفينهم. We have hygiene، اوكي، here in the data نشوفها كده على الداتا مع بعض hygiene، وعندي sanitation، اوكي. لما اقول hygiene اللي هي الصحة او النظافة الشخصية الخاصة بالشخص بقى نفسه، النظافة الشخصية كل واحد فينا لازم يحافظ على his hygiene، الايه النظافة الشخصية بتاعته. وsanitation برضو دي مسؤوليتنا كلنا اللي هي النظافة العامة اللي هي كلنا برضو بنساهم ايه فيها، النظافة العامة. يبقى لما اشوف كلمة hygiene اعرف ان هي personal cleanliness، ولما اشوف كلمة sanitation اعرف ان هي الصحة الايه العامة او public cleanliness اللي هي النظافة العامة. وسواء دي او دي احنا لازم كلنا بنساهم فيها as citizens to keep ourselves and our country طبعا healthy and away from طبعا all viruses and diseases. نشوف مع بعض كده on the screen. انا عندي زي ما بنقول هنا 7 do's and don'ts، عندي 7 من الاجراءات اللي بينهم حاجات لازم اعملها وبينهم حاجات مش لازم اعملها او لازم اتجنبها to keep myself healthy او to keep myself away from the diseases or from viruses like coronavirus. نشوف ايه هي الدوز اند دونتس دي. اول حاجة فيهم number one take your shoes off. take your shoes off اللي هي بالنسبة لخلع الاحذية داخل البيت. the bottoms of your shoes اللي هي طبعا الجزء الاسفل من your shoes، اوكي، can carry a lot of bacteria into your house. ممكن وانت داخل البيت من غير ما تقصد يكون في الشوز بتاعتك some bacteria وممكن تدخل معاك into your house.
نعمل ايه طيب؟ you should always take your shoes off at the door. يبقى المفروض ان احنا نبدأ كده مع بعض بعادات جديدة صحية، ان هي to take your shoes off. احنا خدنا الverb take، take اصلا يأخذ، ولما بيجي بعدها الpreposition take off بيدي معنيين، بيدي معنى يخلع ملابس او يخلع الشوز زي ما احنا شايفين هنا، وتدي معنى البلين لما تقلع، الطائرة لما تقلع برضو بقول عليها take off. يبقى again أول do هنا أول فعل لازم أفعله you should always take off your shoes at the door. Number two عندي no more dust. كلمة dust، dust اللي هي التراب. okay dust التراب، ولما أقول على الجو إن هو فيه تراب أو مترب يبقى dusty. we have here dust. okay اللي هو التراب. الجو بقى لو مترب أو فيه الهواء كده فيه تراب فبسميه إيه؟ dusty. dusty مثلا air او dusty day او كده. okay so dusty هنا بمعنى مترب، ودست برضه ممكن تيجي بمعنى فعل بمعنى يزيل التراب اصلا. so here dust quickly comes، نشوف بقى كده في ال on the screen، dust quickly comes back again after you've cleaned. طبعا كلنا بنلاحظ ان احنا مهما بننظف برضه بيرجع تاني التراب quickly جدا للبيت. however dust can make it difficult to breathe. لكن طبعا المشكلة انه الدست ده ممكن يخلي فيه صعوبة في البريذنج في التنفس، وكمان it can cause skin problems وبيعمل كمان مشاكل جلدية. you should clean هنا بقى number two في الدوز، في الافعال اللي انا لازم افعلها number two هي you should clean your house or flat طبعا or company لو شركة or office or يعني your place عموما as often as you can. as often as you can يعني على قد ما تقدر بشكل مستمر يكون ايه there is no dust، لان احنا اتفقنا انه dust lead to problems. problems breathing problem ممكن يسبب مشاكل في التنفس، وكمان ممكن يعمل skin allergies او skin problems طبعا مشاكل جلدية. let's move to number three في الدوز، المفروض الاجراءات المفروض ان احنا بنتخذها wash the kitchen floor. the kitchen floor اللي هو ارض المطبخ. اوكي او سطح يعني ارض المطبخ او الاسطح بتاعه المطبخ هنا نقصد بيها wash the kitchen floor بالذات الارض بتاعه المطبخ. ليه؟ because food and drinks can easily fall on the kitchen floor، لانه احيانا بيقع عليها بعض الاكل او الدرينكس المشروبات. you should clean your kitchen floor at least once a week، يعني at least على الاقل المفروض ان هي تتنظف once a week مره في الاسبوع. يبقى لما نشوف كلمة at least على الأقل، at least بمعنى على الأقل. you should use warm soupy water so you can remove all the bacteria. وطبعا في التنظيف ده بنستخدم مية دافية وفيها soap اللي هو الايه الصابون. أنا عندي الناون soap. okay soap اللي هو الايه الصابون، ولما بقول soapy water يعني مية فيها ايه صابون. نخلي بالنا من كلمة soap لانه في كلمة قريبة منها برضو soap نفس النطق soup نفس الشكل تقريبا، لكن طبعا دي يو فيها يو اللي هي بمعنى الشوربة. اوكي كنا بنعلمها كده واحنا صغيرين نقول كأن اليو دي هي طبق الشوربة، فدي مشوف soap اللي هي فيها يو دي تبقى الشوربة، لكن طبعا soap اللي هو الصابون. So here you should use soapy and warm water. بنستخدم soapy and warm water to clean the kitchen floor. Why? To kill the bacteria. نتأكد ان احنا remove all the bacteria and killed all the bacteria. Number four في ال procedures في الإجراءات اللي هي لازم ان احنا نتخذها هي change your bedding. change your bedding. احنا عارفين كلنا كلمة bed. بيد اللي هو السرير. لما بقول بقى بيدنج اللي هو نقصد بيها البيت شيت او الملايه اللي بتتحط على السرير، ممكن نسميها بيت شيت وممكن نسميها بيدنج. بيدنج طبعا بتشمل الملايه واكياس المخده وكل الحاجات اللي هي الايه اللي على ممكن تكون موجوده اون ذا بيد على السرير. يبقى نمبر 4 في الدوز ان انا المفروض ان تو تشينج يور بيدنج. تشينج يور بيدنج واي؟ هنا بيقول because we spend a lot of our time asleep in bed، لأننا بنقضي وقت طويل في النوم in bed. you should change your bedding. لازم نغير البيدنج اللي هي ملاية السرير at least once every two weeks على الأقل مرة كل أسبوعين so bacteria can't live in it. ليه؟ لأنه المكان ده لو طول عن كده البيدنج ممكن البكتيريا تعيش فيه. So
كل البروسيجرز دي اللي احنا بنعملها to kill bacteria and to get off bacteria، طبعا للتخلص من البكتيريا اللي هي اساسا بتنقل طبعا الامراض. Number five برضو من البروسيجرز المهمة جدا، wash your hands after spending time with your pets. طبعا معظم الناس دلوقتي fond of مغرمة ب having pets at home، باقتناء طبعا او تربية البيتس اللي هي الحيوانات الاليفة at home. The most important thing is when you touch the animal, wash your hand طبعا with soap. With soap طبعا بالصابون. يبقى when you touch your animal, there is no problem خالص to have a pet at home with you. But when you touch your animal or when you touch your pet, please wash your hands. نشوف كده مع بعض ليه الكلام ده. Research has shown، لأن الأبحاث أثبتت إنه that contact with pets early in life can protect you against allergies. لأنه في بعض الأبحاث، أوكي، في بعض الأبحاث اللي هي أثبتت إنه التعامل مع الأنيمالز خصوصا في السن الصغيرة ده ممكن يخلينا نتجنب شوية allergies واحنا كبار، ما يبقاش عندنا حساسية قوي منها واحنا كبار، يعني بتحمي شوية من الحساسية. لكن المشكلة في ايه؟ انه but animals can also carry bacteria، انه الانيمالز نفسها والفور بتاعها اللي هي الفور الشعر بتاعها دوت ممكن ينقل او يكون موجود فيه bacteria. So when you touch the animal please طبعا wash your hands with soap. يبقى البروسيجرز دي كلها مهمة جدا ومتعلقة بالهايجين، اللي هو في الآخر لما كل واحد هياخد باله من هيز هايجين، من النظافة الشخصية بتاعته، في الآخر ده بيحقق لي السانيتيشن اللي هي الايه، النظافة العامة او البابليك كلينلينس اللي هي النظافة العامة. So let's move to number six في البروسيجرز اللي هي stay clean in the garden. برضو كل الناس دلوقتي ومعظم بالذات المدن الجديدة بنلاقي فيه gardening around the house، موجود حدائق حوالين البيوت. فلما بنعمل طبعا gardening اللي هي شغل في الحدائق والحاجات دي، برضو you should wear gloves if you are going to touch soil in the garden because it can contain bacteria. برضو نفس الحكاية، من باب الأمان هنستخدم الجلوفز، الجلوفز اللي هي الجوانتي. Why if you are going to touch soil، soil اللي هي التربة طبعا أو الأرض اللي هي الخصبة اللي بيتزرع فيها. Because ليه بقى؟ Because it can contain bacteria، لأن الأرض دي نفسها ممكن تكون فيها بكتيريا. ونعمل إيه كمان؟ You should wash your hands when you finished gardening too. كمان after finishing your gardening، كمان بعد ما بنخلص شغل الجاردنينج خالص اللي هو الشغل في الحديقة، برضو okay wash your hands even you wear a gloves. حتى لو كنت لابس gloves كمان بعد ما بنخلص الجاردنينج كله you should wash your hands. يبقى لو لاحظنا لحد دلوقتي كل البروسيجرز معتمدة على washing your hands after doing special طبعا practices او exercises. Number seven, don't forget to keep your bins clean. طبعا احنا كلنا عارفين اللي هي الباسكت اللي بنحط فيها الزبالة، ممكن نسميها باسكت، ممكن نسميها بن اللي هي بي اي ان، وممكن نسميها ويست بيبر بن اللي هي برضو سلة الايه، المهملات. So here بيقول لنا don't forget to keep your bins clean، ما ننساش نخلي اللي هي نفسها الباسكتس بتاعت الزبالة او البنس بتاعت الزبالة هي نفسها تكون clean، وتكون كمان covered متغطية، ما تكونش مفتوحة، وكمان to be emptied بتتفرغ طبعا بشكل ايه، regularly منتظم. So a lot of bacteria can grow in your bins. نخلي بالنا انه كمان في ممكن تكون في بكتيريا بتنمو في البنس دي، الباسكت بتاعت الزبالة. You shouldn't leave your bin open، وعشان كده مش بنقدر او مش من مش بنفضل ان احنا نسيب البن دي او الباسكت اوبن مفتوحة طول الوقت، لان طبعا ممكن تنقل لنا طبعا بكتيريا. نروح بقى كده around the world، حول العالم، في some procedures او rules في بالنسبة للهايجين بتتبعها بعض الدول. فنشوف كده hygiene rules around the world، طبعا بعض القواعد للنظافة الشخصية حول العالم. نشوف كده in the UK اللي هي the United Kingdom اللي هي المملكة المتحدة، بريتن يعني، you must put your food waste in a separate bin. عندهم طبعا بيفصلوا الرابش
او اللي هي الويستس المخلفات، واللي هي المخلفات الفود ويستس دي must be separated in a separate او special bin، بتتحط في باسكت مخصوصة ليها، لان هي طبعا بتبقى full of bacteria غير اي ويستس او rubbish تاني. يبقى ده اللي موجود in the UK. In Thailand برضو كمان في rule مهمة جدا، ان you must take your shoes off before going into someone's house. قبل ما تدخل بيت اي حد you should take your shoes off، لازم بتخلع your shoes off. طيب in America او in the USA you should offer to help clean up after dinner at a friend's house. لازم او من الاتيكيت او من الرولز اللي متعارف عليها كمان او الكاستمز العادات الصحية المهمة جدا، لما بتكون عند حد in USA بتعرض ان انت تعمل washing up او cleaning up، اللي هي بننظف المطبخ كله او بننظف الطباق اتليست مكان الايه الدينر الغداء او العشاء، اوكي، او اي وجبه ان جنرال يعني. So here we have some rules from the UK, from Thailand and from USA، كلها طبعا عباره عن هايجين مهمه جدا، و procedures برضو من ال procedures in if you follow you will keep yourself away from the viruses and from the bacteria. Let's move to another point. نشوف point تانية اللي هي some vocabulary بقى اللي موجودة عندنا في ال procedures. قلنا allergy. Allergy اللي هي الحساسية. لما بقول على شخص ان عنده حساسية من حاجة، نشوف كده on the data. Allergy اللي هي noun بمعنى حساسية، وطبعا جمعها allergies اللي هي ايه حساس يعني كذا يعني حساسية، ممكن يكون شخص عنده كذا حساسية من كذا حاجة تانية ايه مختلفة. So allergy اللي هي حساسية، لما اقول على شخص ان هو allergic يعني بيعاني من حساسية، مثلا عنده مثلا dust allergy، حساسية من التراب بتسبب له breathing problem. في مثلا حد عنده animal allergies، عنده حساسية من الحيوانات بتسبب له برضو مثلا skin problems او skin allergies and so on. We have also the word at least. كمان عندنا كلمة at least، ولسه احنا قايلينها بمعنى ايه؟ على الأقل. نخلي بالنا لأن ممكن تجي لي في the choice أقول at least at last. طبعا لما بيكون أنا قصدي أقول إنه على الأقل، فتبقى على بعضها at least، مش with least ولا of least. برضو نخلي بالنا من ال proposition، يبقى دي على بعضها بتاخد ال proposition at before it و then we have least. بيدنج زي ما قلنا جايه من الناون بيد اللي هو السرير، وبيدنج اللي هي البيت شيت او مليات السرير. داست اللي هو طبعا التراب، وسايل اللي هي التربه المكان اللي بنزرع فيه بالظبط، دي اسمها ايه سايل، لان ان جنرال الارض بمعنى جراوند، اوكي، لكن ما اقدرش اقول على دي الارض، لكن هي التربه او الارض الخصبه اللي احنا بنزرع فيها نقصد بيها دايما سايل، اوكي. Then we have here some other vocabulary. عندنا بعض الفوكاب والديفينيشن بتاعتها. عندنا اول فوكاب عندنا blanked، وبلانكت هي من البيدنج برضو من الحاجات الموجودة in the bed. Blanket a warm cover on a bed. Warm cover in a bed. Blanket كلنا عارفينها اللي هي البطانية، وبنقول عليها in English it's a warm cover on a bed. طبعا it's very important nowadays. Number two, burn. Burn بمعنى يحرق، وطبعا ده damage to the body caused by fire or heat. ما بستخدمهاش غير مع fire or heat، أي حرارة أو أي vapor طبعا بيعمل burning، يبقى burn اللي هو بمعنى يحرق. طيب burn as a verb، نشوف كده ال past بتاعها. Burn. We have burn and burn it. Burn it. And burn it برضو التصريف الايه التالت. So this verb is irregular، غير طبعا منتظم، غير منتظم. So burn means damage to the body caused by، نخلي بالنا قوي لانه لو قال لي حاجه غير fire or heat يبقى في الحاله دي مش burn، اوكي، يبقى burn هي damage to the body caused by fire or heat. بعد كده عندي the verb evacuate، وده verb من ال verbs الجديدة، يمكن معظم الكلمات دي خدناها قبل كده وبنفتكرها مع بعض، لكن evacuate I think this is the first time to see it. Evacuate means إخلاء، evacuation إخلاء للمكان، أوكي، يعني لما يكون في أي danger عشان نأمن الناس بنعمل حاجة اسمها evacuation. Evacuation اللي هو الإخلاء، و evacuate اللي هو ال verb طبعا بمعنى يخلي.
What the meaning of evacuate in English? To leave a place because it's not safe. To leave a place because it isn't safe. عشان نسيب المكان أو الأكشن بتاع leaving a place because it is not safe. ده معناها I evacuate. I evacuate. We have evacuation اللي هي الايه النون بمعنى إخلاء. Number four, immediately, very quickly. طبعا immediately خدناها قبل كده ومعنى very quickly أو without waiting طبعا بمعنى بسرعة جدا أو في الحال من غير أي waiting انتظار. Number five, wrap. طبعا كلنا عارفين wrap اللي هي cover something with cloth or paper. Wrap بمعنى يغلف. Wrap. Okay. Wrap بمعنى يغلف. لما أقول wrap up بمعنى يدور حوالين الموضوع أو يغطي الموضوع من كل جوانبه. أو بمعنى wrap up كمان يعمل جولة. Okay. لكن wrap أصلا بمعنى يغلف. Okay. Wrap ممكن to cover something with a cloth. بنغلف شيء بcloth بقطعة قماش أو بpaper. المهم الأكشن ده اسمه إيه؟ wrapping. طبعا أولها W silent. So here we have wrap بمعنى يغلف. Another كمان word مهمة جدا related to the health اللي هي bacteria. Bacteria is small أو bacteria small living things كائنات حية دقيقة جدا that caused diseases. هي كائنات حية صغيرة جدا لكن بتسبب diseases أو illnesses أمراض. We have number two breathe. أنا عندي الverb breathe معناها taking air in and out. In and out of your body. طيب في حاجة قريبة قوي أو في حاجة برضو substitution بديل ل breathe اللي هي بقى العملية نفسها شهيق وزفير نفسها بقول inhalate and exhalate. Okay. So here breathe. أنا بس عايزين نلفت نظركم ل breathe as a verb. Okay. طبعا اخرها اي وبتكون long vowel فبقول breathe. Okay. لكن لما اقصد بقى النفس يبقى في الحالة دي عندي اسمه breath. هنا breathe. Okay. نطقها like z like ولونج vowel لكن هنا breath نطقها like التي اتش العادية اللي هي الث وطبعا بتكون short vowel. الفاول نفسه ايه قصير في النطق. So this is breathe. And this is breath. في كلمة برضو قريبة منها قوي وشوية نفس السبيلينج تقريبا أو قريبة في السبيلينج لكن المينينج مختلف. Breathe مش breathe ولا breath. هي breathe زد صريحة بتكتب فيها دبل اي زد أو دبل اي زي. أوكي اللي هي نسمة هوا. Breathe. يبقى دي كلها كلمات ممكن تجيلي في تشويس واحد في جملة واحدة. ليه؟ لأن هي كلمات related قوي ليهم علاقة ببعض لكن طبعا النطق هنا بيختلف وصم spelling طبعا. يبقى في عندي هنا breathe هختارها لو انا عايز verb. Breath هختارها لو انا قصدي النفس نفسه. Breeze اللي هي نسمة الهواء ودي طبعا برضو noun اسم. يبقى نخلي بالنا منهم ايه الكلمات الثلاثة دول. We have also another medical أو بقى حاجة يعني زي term كده أو مصطلح أو initials معروفة في الطب اللي هي CPR. CPR يقول لك احنا لازم للمريض نعمله CPR حالا. CPR اللي هي ايه؟ Something you do to help someone take air and out of their body اللي هي بسميها الإنعاش القلبي الرئوي. اوكي دي طبعا بتتعمل في الحالات اللي هي خلاص الخطره اللي الناس مش قادره كانت تيك ان اند اوت بريذنج او تيك ان اند اوت اير. في الحاله دي لازم بعمل لهم سي بي ار. بيتعمل طبعا عن طريق طبعا الدكتورز او الباراميديك او لو شخص عنده طبعا اكسبيرينس في كده بسميها ايه الانعاش القلبي الرئوي. سي بي ار. We have another word that is danger. احنا طبعا عارفين كلمة dangerous اللي هو خطير جاية من النون اللي هو danger الخطر. What is danger? Danger is the possibility of being hurt or killed. Danger يعني إمكانية حدوث لا قدر الله أذى أو killed قتل طبعا أو موت. Number five, first aid اللي هي first aid procedures أو الإسعافات الأولية. First aid الإسعافات الأولية. بقول ايه هي الفيرست ايد؟ بيسك ميديكال هيلب جيفن كويكلي. بيسك ميديكال هيلب جيفن كويكلي اللي هي الاهم الاجراءات السريعه في انقاذ الناس اللي هي الفيرست ايد.
We have also number 6 research خدناها قبل كده research بمعنى البحث وبنقول اللي هو studying something to find new facts about it. To find new facts ليه new facts لأن الريسيرش ده عادة بيكون scientific بيكون حاجة علمية وأنا بكتشف بيها حقائق حول موضوع معين. Respond like reply اللي هي استجابة doing something when someone talks to you. Respond بمعنى استجابة ممكن الاستجابة دي تكون facial expression تعبيرات وجه أو تعبيرات على الوجه أو ممكن تكون كمان words كلمات بتتقال ممكن تكون هو reaction لأكشن معين بس المهم بيكون هو doing something when someone talks to you أو makes something to you. طيب نستخدم بقى الكلمات دي ازاي in a context complete the sentences with the correct words. We have allergy كلمات allergy اللي هي قلناها قبل كده حساسية at least على الأقل bedding اللي هو البيتشيت بن اللي هي الباسكت ودست yes اللي هو التراب وgrow بمعنى يزرع أو ينمو لو أنا قلت I grow some planets أو plants I grow some plants يبقى في الحالة دي أنا زرعت بعض الايه النباتات لكن لما أقول she grows very quickly يعني هي كبرت بسرعة soil soil اللي هي زي ما قلنا قبل كده اللي هي التربة أو المكان اللي بنزرع فيه الخصب يعني نشوف كده الجمل number one you should put your rubbish in the space and remember to clean it because there is a lot of bacteria inside بنقول لازم نحط الرابش بتاعتنا فين in the yes of course هتكون طبعا in the in the طبعا bin in the bin Okay. Number two, when we returned from our holiday, the house didn't feel clean because there was space on all the furniture. لأنه طبعا كان في dust. Yes. On all the furniture كان في طبعا dust اللي هو التراب على كل الفرنتشر اللي هو الأثاث. كلمات تانية كمان عندي danger, the possibility of being hurt or killed. Number five on the first eight will research هي نفسها. Okay. Let's move to another slide. زي ما قلنا هنا بن وهنا dust. Number three plants need sunlight. كلنا عارفين طبعا ان النباتات هي غذائها او الفود بتاعها هو من sunlight من اشعة الشمس. Okay. Water and God with space to grow well. طبعا عشان النباتات تنمو محتاجة sunlight اشعة الشمس. Water كمان محتاجة كمان good A to grow well عشان تنمو كويس. Yes محتاجة أكيد soil اللي هي التربة. Number four, my mom tells me to change the space on my bed once a week. Mom على طول بتقولي إن أنا أغير إيه من على سريري once a week طبعا change the bedding اللي هو البتشيت. Number five, his room is dirty and the bathroom is messy. His room طبعا مش نظيفة وكمان الباثروم is messy في فوضى but space he had a shower this morning بنقول لكن على الأقل he had a shower this morning اللي هي بمعنى على الأقل خد له shower this morning. Number six I can't stop sneezing because I have an space to your pets. بيقول أنا مش قادر أتوقف عن sneezing اللي هو العطس sneeze بمعنى يعطس وsneezing العطس ليه؟ because I have لأنه عنده space to your pets طبعا عنده أكيد allergy حساسية من إيه من your pets. Number seven bacteria likes to space in warm wet places like a kitchen sponge. طبعا بيقول إن البكتيريا بتنمو في الأماكن اللي هي دايما بتكون warm دافئة و wet مبتلة especially كمان like in a kitchen sponge اللي هي sponge السفنجة اللي احنا بنغسل بيها in the kitchen يبقى أكيد likes to طبعا to grow okay بتنمو in warm wet places like a kitchen sponge. نشوف بقى جزء الجرامر عندنا النهاردة ظريف جدا وخدناه كتير قبل كده اللي هو giving advice أو using the should, shouldn't, must, and mustn't. نشوف كده مع بعض on the screen. إحنا بنقول إن بستخدم should. We use should or shouldn't for suggestion and advice. بستخدم should and shouldn't لحاجتين مهمين جدا اللي هما making suggestion أعمل بيهم اقتراح أو advice نصيحة. بس نخلي بالنا طول ما أنا بستخدم should
or shouldn't سواء مثبتة أو منفية، الموضوع بيبقى friendly ودي between friends between friends. يعني زي إيه مثلا؟ you should always wash your hands after you've touched the cat. لما بقول كده يبقى انا بنصح صديقه ليا او صديق ليا، بقول له انه يجب ان انت تغسل ايديك بعد ما تلمس الكات القطه. اوكي طيب، هنا لما اقول you shouldn't touch that it's dirty، مش او يجب الا تلمس هذا لانه مش نظيف، في الحاله دي برضو دي friendly advice، نصيحه كده وديه between friends، ما فيهاش اي obligation اي الزام. اوكي you can do it or you can not do it، او ممكن ما تعملهاش because it's a friendly advice، لان هي في الاخر نصيحه وديه كده ما فيهاش اي obligation الزام. امتى يجي الالزام؟ لما اقول must، وبرضه هو الالزام في must درجات. اوكي must obligation او بنسميها inner obligation، التزام شخصي من الايه، من الداخل، الشخص نفسه هو ملتزم من الداخل او حاسس ان الموضوع ده is very important so he use must، عشان كده هو بيستخدم must، لانه لو بدأنا نقول should هي نصيحه اعلى منها must، والاعلى منهم طبعا have to، لان الاوبليجيشن فيها، لانه الالزام فيها بيكون سيتويشنال. يعني ايه سيتويشنال؟ يعني الموقف كله بيستلزم الاجبار او الايه الالتزام بالنصيحه دي. اوكي كمان بنستخدم هاف تو في حاله طبعا الرولز اند لوز، في حاله القوانين والقواعد. يبقى عندي شود اند شودنت اللي هي فريندلي ادفايس، نصيحه بس ايه ودوده كده او بين الاصدقاء. بعد كده عايزه ااكد اكتر بقول ماست، وبيبقى الاوبليجيشن داخلي، بيبقى الالتزام داخلي من الشخص. بعد كده الاعلى منهم اللي هي هاف تو، اللي هو بيبقى فيها الزام بقى بالقانون او فيها الزام من الموقف، خلاص there is no way you have to do that، خلاص يعني يجب ان انت تفعل كده، يعني انت مضطر الفعل كده، there is no choice، مفيش اختيار. نخلي بالنا بس من نفي mustn't ومن نفي don't have to لان المعنى هيختلف، هنشوفها مع بعض دلوقتي. فنشوف كده number 2 اللي هي use must and mustn't for rules and laws، برضو بنستخدمها for rules and laws للقواعد وطبعا القوانين، لكن زي ما قلنا انا ببقى عارف ان هي فعلا فيها obligation، لكن have to اعلى منها في الobligation اكتر منها في الالزام. Like مثلا في الاكزامبل you must leave your bins outside today، يجب ان انت تسيب الايه او تخلي البنز outside today to be emptied، عشان طبعا يعني تفرغ او تفضى من الاشياء اللي فيها. Use must and mustn't for strong advice and warm invitation، كمان ممكن استخدمها للادفايس والانفيتيشن للايه الدعوه، لكن الwarm invitation for example مثلا my birthday party is next week you must come، لما بتكون بتكلم مع حد كده بتقول له you must come، لازم تيجي، هل فيها اجبار او كده؟ لا، هي برضو invitation لكن warm invitation، لانه انت واخد عليه قوي ومتعشم فيه قوي، فبتقولها له كده بطريقه ايه فيها الزام. اوكي لكن اقوى من should هنا، ليه؟ لانه فيها شويه close friends بيستخدموها مع بعض، فبقول you must مثلا taste this pizza it's very delicious I will like it، وانت ايه هتحبها، فبقول you must taste it. فهل هنا must فيها obligation؟ لا مش obligation، برضو هنا advice او suggest، لكن warm and strong one، warm and strong advice. هنا جايب لي examples، هنا بنقول they mustn't eat that cheese it's green، مخدرة معناها انه it's spoiled يعني مش مظبوطة. they mustn't eat، هنا mustn't eat يجب الا يأكله، نخلي بالنا من المعنى، لما اقول you must do something يبقى يجب انك تفعل الشيء ده، طب you mustn't يجب الا تفعل الشيء ده بالايه بالنفي. you must come and have lunch with me زي ما قلنا دي warm invitation، دعوة فيها حميمية اكتر. يعني use mustn't to express prohibition، كمان mustn't بنستخدمها للمنع، ليه؟ زي ما قلنا you mustn't park your car here it's not allowed، يعني يجب الا تركن سيارتك هنا it's not allowed ده مش مسموح بيه. نشوف برضو more detail اكتر، should عندي giving advice، استخدام should ثلاث حاجات، giving advice you should try once more I'm sure you can get it، giving negative advice برضو لما بدي نصيحة بس بمعنى نصيحة منفية، يعني زي ما اقول you shouldn't work so hard take a break sometimes، يجب الا تشتغل يعني بكل الاجتهاد دوت او بالتعب ده كله، take a break sometimes يجب ان انت تاخد طبعا بريك من وقت للتاني.
giving your opinion بستخدمها كمان في giving opinion زي ايه لما اقول if they make us work overtime they should pay us for it. هل دي نصيحة؟ No. هل دي obligation اجبار؟ No. هي مجرد just an opinion. انا شايفة كده. That's my point of view. If we if they make us work overtime they should pay us it for it. طيب must برضو ليها ثلاث او اربع استخدامات. Obligation you feel strongly about. I must remember to send him a birthday card. انا بقول لنفسي كده بيني وبين نفسي ده انا لازم ابعت له birthday card. لازم ابعت له كارت في عيد ميلاده. كمان obligation in formal او written English في الكلام اللي هو الرسمي او المكتوب في الانجليش بنستخدم عادة must. زي ايه مثلا؟ all employees must wash hands. لما بنكون بندي تعليمات للامبلويز اللي هم العمال فبقول all employees must wash hands فيها obligation. strong advice زي ما قلنا قبل كده نصيحة بس نصيحة بعشم اكتر او بقوة اكتر فبقول you must read it it's an amazing story. لازم تقراها دي قصة ايه amazing ممتعة او مبهرة يعني. saying something is forbidden لما بنفيها بقى mustn't بقول it's forbidden يعني you can't do it you can't do it ما تقدرش تعمل الشيء دوت. لما اقول مثلا children must not be left by themselves او unattended يجب عدم ترك الاطفال طبعا لوحدهم او بدون يجب عدم تركهم بدون ايه ملاحظة او attended. so mustn't عكس must وبتدي يجب الا يفعل الشيء وبيكون في obligation بالنفي. قلنا بقى على شوت كتير. اوكي نشوف تاني بقى have to اللي هي تالت حاجة. هي دي addition على لان الحاجة التلاتة دول لازم يتاخدوا مع بعض. هي يمكن مش مباشرة في اليونت دي لكن لازم نقولهم معاهم لان التلاتة لازم نفرق بينهم in our mind. have to من الحاجات اللي زي ما قلنا فيها stronger obligation than must and should. بنقول obligation which depend on circumstances لان هي بتبقى متوقف على ظروف معينة فبنبقى احنا مضطرين. زي ما اقول مثلا ايه I have to wear glasses because I can't see so clearly so I have no option. خلاص انا ما عنديش اختيار تاني. I can't see so I have to wear glasses. انا مش شايف كويس فلازم هلبس ايه نظارة. most obligation in spoken English كمان في spoken English في الكلام اللي هو الاورال بقول do you have to work tomorrow do you have to work tomorrow هل يجب ان انت تشتغل tomorrow. كمان saying something is not necessary لما بنفيها بقى بتدي معنى مخالف خالص يعني وهي مثبتة معناها قوي الزام. اوكي لازم تفعل الشيء ده لكن لما بقول مثلا you don't have to do it to do this if you don't want if you don't want to بمعنى ان انت مش لازم تفعل الشيء ده لو انت مش عايز. اوكي يبقى لما اقول have to هي strong obligation على عكسها لما اقول don't have to يعني انت مش مضطر تعمل الشيء ده يعني if you wanna do it it's okay if you don't want never mind خلاص يعني ده الموضوع فيه optional شوية اختياري بس in general you don't have to do it انت مش مضطر تعمله but if you did it okay. كمان strong advice يبقى في الادفايس استخدمنا التلاتة structure استخدمنا you should واستخدمنا you must واستخدمنا كمان you have to لكن طبعا بتكون لما اقول must في الادفايس و have to في الادفايس بتكون طبعا بيبقى الموضوع شوية warm advice او strong advice النصيحة بتكون اقوى او الدعوة بتكون اكثر يعني حميمية. strong advice لما اقول مثلا you should try this ice cream يجب ان انت تجرب الايس كريم ده. هل ده obligation؟ لا هو زي suggest لكن in a warm or in a more friendly way. كمان example عندنا لما أقول you should go to bed earlier then you wouldn't feel so tired. The advice. He should do more work if he wants to get promoted. لو عايز to get promoted يترقى he should do more work. طيب دي ايه؟ دي advice أو point of view. Point of view دي وجهة نظر أو advice. يبقى should هنا بتدي بنستخدمها for advice. You have the choice to do or not. وما زال عندك اختيار تستخدمها او تعمل الشيء ده ولا لا. في الobligation زي ما قلنا بستخدم must والobligation هنا بيكون inner obligation التزام داخلي اكتر منه rules او laws. يعني انا دلوقتي عشان بس ما لخبطكوش انت يا مس ازاي بتقولي ان must هي جاية law ورولز و have to جاية برضو rules و law قانون وقواعد
طيب هنحلها ازاي لو انا عندي في التشويسز must و should و have to، وانا حاسه ان الموضوع قانوني او في موقف اجباري عليا، لو هما الثلاثه موجودين يبقى انا هختار have to. طب لو موجود should بس و must يبقى انا هختار must. اوكي ليه؟ لان انا ما عنديش اللي اقوى منها، يبقى الاثنين بيدوني impression او بيعبروا على عن الاوبليجيشن عن الاجبار، لكن لو اجتمعوا هما الاثنين في جمله واحده بتكون هاف تو اقوى، اجتمعت شود مع ماست بتكون ماست طبعا اقوى، وبتكون ريليتد تو لوز اند رولز، وكمان هاف تو ريليتد تو لوز اند رولز، لكن طبعا ريليتد تو ذا سيتويشن اكتر منها هاف تو. So here I have to go into work early tomorrow, more situational, لان الموقف بيتطلب ده. I must pay him back like I promised. هنا برضو الالتزام داخلي بيقول لازم أكافئه زي ما أنا وعدته. Pay him back بمعنى يكافئ. He has to do a lot of work of homework every week. طبعا هنا he has to do معناها أنه it's obligation، ده إلزام عليه لازم يعمل الهومورك every week. Visitors هنا لما بحط بقى قوانين او قواعد في اي مكان فبقول visitors mustn't touch the paintings. Why? Because it's forbidden. It's forbidden. يبقى it's forbidden او it's not allowed to touch the paintings. داخلين مثلا متحف، داخلين معرض فيه صور او فيه رسومات والتاتشنج طبعا في خطر عليه، فبقول mustn't. اوكي هل هنا ينفع اقول don't have to؟ No، لأن الاثنين مش بيساووا بعض. أنا قلت قبل كده إنه don't have to بمعنى مش مضطر لفعل شيء، لكن لما أقول mustn't معنى يجب ألا تفعل شيء. يبقى في النفي لو فيها إجبار يبقى في الحالة دي ما فيهاش غير mustn't، ما لخبطش نفسي. لكن في الإثبات ممكن أستخدم must وممكن أستخدم have to. في النفي mustn't only طالما فيها إجبار. في النفي mustn't only، ما فكرش خالص ف don't have to لو الموضوع ما فيهوش اجبار. اوكي لو الموضوع فيه اجبار ما فكرش في don't have to، بفكر في mustn't، لانه don't have to معناها مش مضطر تعمل الشيء ده لكن ممكن تعمله، لكن mustn't no don't do it، خلاص مش مسموح لك خالص ان انت تعمل الاكشن ده. اوكي you don't have to be there or here before 10، ممكن انت مش مضطر ان انت تكون هنا قبل الساعه 10. It's not necessary، مش ضروري. You can do it if you want، لكن still انت تقدر تعمله لو انت عايز. Passengers mustn't talk to the driver while the bus is moving. طبعا it's forbidden، وهنا mustn't اقوى، او هي mustn't الاجابة الوحيدة هنا لانه ده rule، دي قاعدة. اوكي و mustn't يجب الا تتحدث للسائق وهو ايه طبعا بيتحرك. You don't have to finish it today بمعنى it's not necessary. You can finish it today or tomorrow. Advice and opinion تاني بستخدم لها برضو must و have to و should، لكن طبعا بنقول انه must و have to بتبقى زي ما قلنا ايه في عشم اكتر، او انا بأكد اكتر على الدعوة او بأكد اكتر على رأيي. نفس الجملة you must try the fish it's delicious. You have to try the fish it's delicious. مفيش obligation ولا حاجة، برضو advice او opinion. You should try the fish it's delicious، نفس المعنى طالما انا بستخدمها في الادفايس. طيب لما اجي اعبر عن رول قاعده وبقول ان موبايل فونز mustn't be used while driving، ده الكلام ده لو انا هكتبها كتابه. اوكي mustn't be used، لكن في السبيتش بقى في الكلام بتاعنا تلاقينا بنستخدم can't. اقول له مثلا you can't use your phone while you're driving، انت مش هتقدر تستخدمه وانت بتسوق، معناها you mustn't use it. اوكي يبقى في الكلام اللي هو written او الفورمال الكلام الرسمي بستخدم you must not. اوكي في الكلام العادي بتاعنا ممكن اقول اللي هو الكلام الانفورمال الغير رسمي، في الحاله دي بقول you can't use it because it's forbidden. النيجاتيف ادفايس زي ما اتفقنا بستخدم shouldn't، قلناها كتير. نشوف برضو معانا some examples او نختار بقى مع بعض. you must or you mustn't walk when the teacher is explaining things to you. You mustn't talk طبعا. You must talk أو you mustn't talk طبعا. You mustn't talk يجب ألا تفعل. طب ينفع هنا don't have to؟ No، لأن إحنا هنا ده forbidden ممنوع، فما ينفعش هنا غير mustn't. You should or shouldn't wash your hands after working in the garden.
طبعا بالنسبة لنا طبعا ده مهم جدا ان احنا نعمله، فبقول you should you must or you mustn't eat food after it falls on the floor. طبعا دي من الحاجات اللي nowadays بالذات الايام دي لازم نخلي بالنا منها قوي، ان احنا you must or mustn't eat food after it falls on the ground on the floor، لما يقع على الارض يبقى في الحالة دي طبعا you mustn't يجب الا. ينفع don't have to؟ no، لانه فيها obligation او forbidden، it's forbidden ممنوع. Okay, number four, you should or shouldn't clean your keyboard frequently. برضو من الحاجات اللي هي فيها هايجين، نظافة شخصية، لو بنستخدم الكيبورد المفروض ان هي تتنظف regularly. ف you should or you shouldn't. Yes, you shouldn't. طبعا دي برضو بنسميها friendly advice، نصيحة أخوية أو نصيحة يعني ودودة بين الإيه between الـ friends، بين الأصدقاء. Number five, you shouldn't or you mustn't drive a car without holding a driving license. It's against the law. أو ممكن نقولها على طول it's against law. يبقى في الحالة دي أنا بقول إن أنت ما ينفعش أو يجب ألا تقود السيارة بدون طبعا ما يكون معاك رخصة قيادة driving license اللي هي رخصة القيادة. It's against law، حاجة against law يعني ممنوعة. So I can say you shouldn't or mustn't. Exactly، طبعا لازم أقوى حاجة اللي هي mustn't، لأن احنا قلنا أقوى حاجة في النفي اللي هي mustn't. كمان عندي in my opinion، لما بعبر عن رأيي في شيء بستخدم طبعا ال expressions دي، بقول in my opinion you should أو you must. بقول كمان why don't you، لما بستخدمها in making a suggestion اللي هو الاقتراح why don't you، وفي الحالة دي طبعا بيجي بعدها ال infinitive، بقول why don't you go، why don't you travel، why don't you eat، why don't you drink، why don't you visit، كلها بيجي بعدها ال infinitive. كمان عشان اعبر عن my opinion او advice I think it would be a good idea to و space طبعا بيجي بعدها الايه المصدر، بقول هنا اعتقد انه هتكون فكرة كويسة لو عملت so and so، يبقى I think it would be a good idea to و space. طيب كمان عندي لما باجي ادي advice بقول I would advise you to كذا. طبعا من اشهر الفورمز بتاع الادفايس اللي هي if I were you I would، if I were you لو كنت مكانك I would do blah blah blah، هعمل كذا وكذا. اوكي اللي هي لو انا كنت مكانك كنت عملت كذا وكذا، if I were you I would، ونكمل الجملة طبعا بالانفينيتيف. اوكي ويبقى دي من اهم الفورمز بتاعت الايه الادفايس النصايح. Let's move بقى to هنا اول رايتنج قابلنا في term 2 اللي هو imagine your Maher's friend write an email to him with your advice tell him what he should do and shouldn't do. تاني بنبدأ نتعلم في الايميل واحنا اخدناه اعتقد in term 2 وبعض المدارس كمان او بعض الادارات حطيته في الامتحان، تاني بنتدرب عليه. عشان كده بقول even you مثلا you missed some marks don't worry خالص، حتى لو نقصنا درجات مش زعلانين، احنا بنتعلم من الاخطاء وعندنا فرص تانية اكتر ان شاء الله. يبقى هنا بنفكر نفسنا بشكل الايميل هنا زي ما الشكل مكتوب كده مرسوم. طبعا هو الايميل اللي بيميزه عن الباراجراف هو اللاي اوت او الشكل الخارجي ده اللي هو بيكون مكتوب فيه تو، والافضل كمان ان انا اكتب فروم اللي هو من فلان تو فلان، وكمان عندي السبجكت اللي هو العنوان تو فروم اند سبجكت، وطبعا ببداه بدير فلان عزيزي فلان. هنا عايز مني ايه؟ عايز to give advice about a certain subject مثلا about the hygiene and sanitation اللي هي الصحة الشخصية او الصحة العامة، what he should do and what he shouldn't do. ده هسيبه لكم homework نعمله في الكتاب اللي هو موجود عندنا في الكتاب بتاعنا. كمان ممكن اقول write a paragraph giving advice about what to do in a fire. دي برضو من الباراجرافات اللي ممكن تجيلنا what to do in a fire، وهنا في الحالة دي بقى هستخدم الصيغ اللي احنا خدناها you should do so and so you shouldn't do so and so. لو حاجة مش لازم ان هم يعملوها مثلا you mustn't use مثلا water to put out fire especially the oil fire اللي هي بالذات حروق الزيت او النار اللي طالعة من الزيت دي، فبقول هنا you mustn't use طبعا the water to put it out، يجب ان احنا ما نستخدمش المية في اطفائها. وحاجات كتيرة بقى لو احنا عملنا search على النت what to do in a fire يعني والعياذ بالله ايه اللي نعمله in a fire،
في حريق. ففي الحالة دي احنا زي ما احنا عارفين هستخدم صيغة الدو او يو شود سو اند سو او يو ماست او يو ماستنت حسب الايه، حسب السيتويشن. لو انت حاسس ان هو اجباري لازم بستخدم ماست، اجباري ما يعملوش يبقى بستخدم ماستنت. حاجة it's advisable and it's better to do اللي هو في الحالة دي بستخدم should or shouldn't. okay you also the application direct application على الفورمز اللي احنا خدناها النهاردة اللي هو writing an email أو writing a paragraph، هي نفس الفكرة. احنا خلاص كبرنا بقينا في أولى ثانوي term 2، وزي ما قلنا كل كتاباتنا سواء كانت paragraph أو essay أو email كلها عبارة عن many paragraphs، باراجرافات كده قصيرة مش أقل من 3 or 4 paragraphs، 3 او 4 باراجرافات قصيره بتنفع. لو انا هكتب paragraph اوكي، لو انا هكتب essay برضو اوكي، لو انا هكتب email برضو هي نفس الشكل لكن بزود عليها اللاي اوت بقى الخارجي اللي هو to و from والسبجكت اللي هو طبعا العنوان بتاع الايه الايميل. يبقى زي ما قلنا لو انا اتدربت كده على طول من اول الترم ان شاء الله كل يونت تقابلني بكتب عليها paragraph وبكتب عليها mail and essay، خلاص هلاقي نفسي by the end of the term I'm perfect. ليه؟ لأنه practice makes perfection، وإن شاء الله نلاقي الأمور برضو أسهل لو إحنا ذاكرنا كده regularly ومن أول الإيه الترم. أوكي ممكن ناخد بس سؤال قبل الختام، ناخد كده نفتكر مع بعض complete each space with one word، نكمل بكلمة واحدة في الفراغ أو two words أو three words. Last week, space really hard. Two boys in my class are bullying me because I'm not very good with space football. I like playing chess more with space football. Last week, they had my rucksack. I had all my books in it. I was scared if we with space nothing, the bullying will just continue. برضو مستمرين في موضوع التنمر، فبقول last week أكيد كان أسبوع صعب. was last week was really hard. Two boys in my class are bullying me because I'm not very good. بتيجي بعدها at very good at football. I like playing chess more with football. بدقين بحاجات سهلة more than football. Last week they had my rucksack. Rucksack اللي هي بنسميها الباكباك اللي هي شنطة الظهر. هم خبوها. It had all my books in it. وكان فيها كل كتبي. I was scared. Scared من الصفات القوية اللي هي معناها very frightened أو very afraid. خايف جدا بمعنى scared بمعنى مرعوب. Okay. Scared. I was scared if we with space nothing the bullying will just continue. لو احنا ما عملناش حاجة تجاه البلطجة دي فهتستمر طبعا في المجتمع. يبقى if we do nothing, if we do nothing, the bullying will just continue. ممكن يجي لي كمان space مكان nothing وقول if we don't do anything طبعا bullying will continue. This is all time allows for today. I hope you a happy and successful start for term 2. Thank you so much. Here is Miss Iman Daez greeting you. Thank you so much and goodbye.